أكيد أنت أيضا تعرف هذا الجانب. هناك أجواء مهيئة لعقد الجلسة، وأيضا إصرار من قبل هيئة الرئاسة أو رئاسة البرلمان، وكذلك حضور النائب الأول مبكرا، وكذلك رئيس البرلمان حضروا مبكرا وقرعوا الجرس أكثر من مرة، لكن هذا الاتفاق هو فقط ما يحول دون عقد الجلسة الآن. ربما في الدقائق المقبلة ستعقد الجلسة بحسب الاتفاق السياسي، كما حصل في الجلستين الماضيتين ليوم أمس وقبل يوم أمس، كان أشبه به نفس السيناريو الذي يمر هذا اليوم، اتفاق مبدئي أو ساعات مطولة من الاتفاق، بعدها تذهب الكتل النيابية والنواب إلى قاعة الجلسة. الآن اللجنة المالية، تحدثت مع رئيس اللجنة ونواب في اللجنة وأيضا رؤساء كتل في قوى الإطار، قالوا نحن عازمون على الذهاب إلى عقد الجلسة، وأيضا من المؤمل أن تحل هذه الخلافات البسيطة بين الأحزاب الكردية والذهاب إلى اتفاق. بعد الانتهاء من الاجتماع القائم حاليا في مقر كتلة دولة القانون، ممكن أن تذهب الكتل النيابية بنوابها إلى قاعة الجلسة، وهو الأمر المرجح والأكثر ترجيحا بالذهاب إلى قاعة الجلسة واستكمال التصويت على الموازنة.